السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا جماعه رب تكونوا بخير معلش انا هحاول بس كده ان انا اتكلم بالراحه ان شاء الله في المونتاج هسرع صوتي دعواتكم بالشفاء بس علشان انا عندي جلطه و... وتحركت من مكانها وبقى عندي تقلف بس كده في لساني فدعواتكم بالشفاء كده يا رب كده ان شاء الله المحاضرة اللي المفروض ان هي رقم 48 اللي بتتكلم على الانتي بارازيتك دراجز هناخد اول سؤال فيها سؤال عن الانسلمنتك دراجز الادوية المضادة للديدان ايه هي اليونيك كاركترستكس of being effective in treatment of all species of schistosoma ايه الدواء اللي بيعالج كل انواع الشستوسوما اللي هي الهيماتوبيوم والمنصوناي والجابونيكم طبعا البرازيكوانتيل وتعالوا كده منراجع القصه ديت في الحته اللي احنا كنا واخدينها ادا كده يا سيدي الشيسوسوما هيماتوبيوم ومانسوناي وجابونيكم كل اللي بيعالجها البرازيكوانتيل تمام لكن البرازيكوانتيل كوانتيل ما بيعالجش الفشيولة هيباتيكا خلاص بيستبدلوا البرازيكوانتيل بحاجه اسمها بايكسينول تمام كده طيب يبقى اذا في حاله الفاشيولا هيباتيكا بيستبدلوا البيو... البرازيكوانتيل بحاجه اسمها البايسينول ودوت في حاله التريماتودز طيب تعالوا كده بقى ما نشوف السؤال الثاني وناخد مراجعه للسؤال وفي نفس الوقت مراجعه للمنهج which drug should be used for all oral treatment of the acute plasmodium vivax malaria but does not eradicate إريسرو اكزو ايرثروسيتك فورمز اوف يعني ملوش اراديكيشن افكت على الاكزو سيتيك فورمز اوف ذا ده طبعا اللي هو الكلوروكين ما بيأثرش على الاكزو سيتيك فورمز بتاع البرازايت تمام اللي المقصود بقى اللي هي الميروزويتس يعني فاذا هنختار الكلوروكين طبعا انتوا ما خدتوهاش السنه دي تمام

following medication is given to treat asymptomatic colonization وكلمة asymptomatic colonization دي هي اللي تخليني أحل السؤال واختار الدايلوجزونايت فيرويت طبعا زي ما احنا عارفين تعالوا كده بقى ما نشوف زي ما احنا شايفين الاسمتوماتيك تريتمنت احنا بنستخدم الدايلوجزونايت فيرويت كفيرست تشويس في علاج اللي هو الانستاينال اميبيزيز لما يكون الشخص asymptomatic. تمام كده

المرضى كلهم يا رب كده ورب ان شاء الله عند the intermediate histolytica is identified in his diarrheal بص كده يا سيدي احنا لما تكون الحاله كانت اسيمتوماتيك كنا بنستخدم دايلوكزونايت فيرويت طيب لما يكون الحاله فيها سيمتومز بقى موجود فيها سيمتومز فيها دايريا فيها ابدومينال كرامبز تمام نبدا نستخدم دايلوكزونايت فيرويت مع المترو نيدازول تمام كده الدايلوكزونايد فيرويت مع الميترونيدازول بيبقى افكتيف جدا في علاج الانتستاينال اميبيزز لما يبدا يظهر اعراض مايلد تو زيفير سيمتومز تمام كده يبقى ذا بريفرد تريتمنت ذات شود هاف ريسيفد فور ذا انتستاينال مايلد سيمتومز ميترونيدازول بلس دايلوكزونايد فيرويت اللي بتلاقوه في دواء تجاري كده بنسميه الفيرازول وده طبعا احنا لسه واخدينه برضو كده من شوية المايلد والسيفير انتستينال انفكشنز ديت بنعالجها عن طريق الميترونيدازول والدايلوكزونايد فيرويت او اللي هو الايودوكينول يعني ممكن تستخدم الايودوكينول تمام بدل الدايلوكزونايد فيرويت لكن الايودوكينول انا بقول لكم هو ما عادش موجود في السوق فاحنا بنستخدم الميترونيدازول مع الدايلوكزونايد فيرويت في, في دواء كده بنسميه الفيرازول وبنحط الكلوركين مع الميترو نيدازول مع الدايلوكزونايد فيرويت يعني البريفيوس ريجيمين لعلاج اللي هو الاميبك ليفر ابسس تمام طيب كده طيب نقص فين تعالوا كده بقى نشوف a traveler in geographical كلوروكين where بلازموديوم resistant plasmodium is endemic used a drug for prophylaxis but nevertheless developed a severe attack of plasmodium vivax malaria the drug used for prophylaxis was probably مفلوكين طيب تعالوا كده بقى ما نشوف ليه انا اخترت المفلوكين انا كان في عندي مثلا في البروفيلاكسز انا كنت ممكن ان انا استخدم ال الأتوفاكون مع البروجوانيل تمام كده؟ ممكن إن أنا أستخدم المفلوكين تمام؟ ممكن إن أنا أستخدم الدوكسيسايكلين طب تعالوا كده بقى نشوف القصة بتاعت اللي هي الأدوية اللي بتلخبط في حالة المناطق اللي بيبقى موجود فيها ريزيستنس للبلازموديوم. في حالة المناطق اللي بيبقى موجود فيها ريزيستنس آه للكلورين آه وبنسميها الكوليرين ريزيستنت ريجونز المفروض ان انا كابروفلاكسز باخد اللي هو اتوفاكون مع البروجوانيل او المفلوكين اند سايكلين طيب في التريتمنت بنستخدم حاجه كده بنسميها ار تي ميزينين كومباينيشن او بستخدم الاتوفاكون مع البروجوانيل تمام طيب كده خلاص بقى اور ماينس كلين دوكسوسايكلين او الكليندامايسين تمام كده فالحته بتاعت اللي هي المفلوكين ديت معلش تعرفوها بس الدكتوره ركزت السنه دي على الحته بتاعت اللي هو الاتوفاكون والبروجوانيل ركزت عليها اكتر وقالت هتجيبها في الامتحان تمام والادويه ديت ما ينفعش ان انا استخدمها مع الناس اللي عندهم فافيزم او الجلوكوز 6 فوسفيد هيدروجينيز انزيم ديفيشنسي عند الناس اللي عندهم انيميا الفول لانها بتعمل هيموليتيك انيميا زي في حاله اللي هو البريماكين والكينين الحاجه الثانيه بتعمل عندهم حاجه كده بنسميها السينكونيزم طيب تعالوا كده بقى اما نشوف الحاجه اللي بعدها which drug should be given to eradicate schizont and latent hypnozoite in the patient liver طبعا انتوا ما خدتوش الكلام دوت تمام ده طفيل الملاريا تمام فديت حاجات كانت بتاخد آه يعني في جي دي وبتتاخد في السنين اللي فاتت فاحنا نختار اللي هو البريماكين ده بيشتغل على الشيزون فورم واللاتنت هيبنوزويت اللي بتبقى موجوده في الليفر فبنستخدم اللي هو البريماكين فديت اسئله نحفظها زي ما هي طيب رقم سبعه which one of the following which one of the following which one of the following drug is efficiently used in the management of multi drug resistant plasmodium falciparum in endemic area طبعا انا كنت بستخدم اللي هو الاتوفاكون مع البروجوانيل في الحاجات اللي هي بتكون ريزيستنت او المناطق اللي بتكون ريزيستنت للبلاسموديوم طيب ذا دراج ريجيمين most likely to be effective in treating severe extra-intestinal disease in patient is extra-intestinal disease in patient بصوا كده هي في الإجابات مكتوبة عندكم دازول مع الديلوكزونايد فيرويت تمام كده لا انا اختار اللي هو الامتين مع الديلوكزونايد فيرويت مع الكلوروكين. الصح بيقول كده تمام هي متجاوبة الدايلوكزونايت في مع الطينيدازول مع الطيني دازول لكن الصح بتاعها الايميتين والدايلوكزونايت في رويت والكلوروكين تمام ده الاختيار الاصح بالنسبة لي واعتقد ان هو اصح اختيار علميا يعني مش الاختيار اللي هو رقم دي تمام كده طيب تعالوا كده بقى ما نشوف منشن وان سايد افكت اوف كلوروكين طيب الكلوروكين بيعمل ايه؟ ممكن يعمل ريتينال ديسفانكشن طيب رقم اثنين منشن وان اوف ثيرابيوتيك يوز اوف مترونازول طبعا بيستخدم كاحد الادويه اللي بتعالج البيبتيك السر الحاجه الثانيه بيستخدم لعلاج الاناروبيك بكتيريا زي مثلا في حالات اللي هو الدنتال انفكشن تمام كده؟ طيب أه الحاجه الثانيه بيمنع حدوث اللي هو السودومبرين كولايتس فالدكاتره بتوع السنان بيدوم على الكليندمايسن علشان يعالج السودومبرين كولايتس تمام طيب كده؟ كل ديت ادويه يعني كل ديت حالات ممكن الميترونيدازول استخدمها فيها بلس ان هو بيعالج أه يعني مش مش بيعالج بكتيريا بس لا ده بيعالج كمان أه بارازايتس زي عندك اللي هو الجيارديا والترايكومونس والجيارديينا خلاص والبكتيرويدز فراجيلز تمام كل ديت عباره كده عن بارازايتس باستثناء البكتيرويدز فراجيلز ديت عباره عن بكتيريا بتبقى اناروبيك معلش انا اسف بس كده انا مدروخ بس كده شويه فديت عباره عن بارازيتس بيعالجها برضو اللي هو الايه؟ المترو نيدازول. منشن وان اوف اكشن اند وان سايد افكت اوف بريزيو كوانتيل كوانتيل اصلا بيشتغل ازاي؟ البرازي كوانتيل يا جماعه بيزود الكالسيوم انفلكس اكروز ذا تيجيومنت او شيستوسوما يعني بيزود دخول الكالسيوم عبر التيجيومنت بتاع الشيستوسوما. التيجيومنت دوت اللي هو الطبقه الخارجيه بتاعت الشيسوسوما اللي بتبقى عامله شبه الجلد بالظبط كده عند الانسان بس بتكون رؤيقه تمام كده؟ فبتؤدي الى سباستيك باراليسيز في الورم ماسكوليتشر يعني في العضلات بتاعت اللي هي الدوده بتؤدي الى انقباضات تقلصيه تمام كده؟ تؤدي الى الشلل يعني العضله تتشل وهي منقبضه تمام كده؟ فتؤدي الى موت الدوده. الحاجه الثانيه ان البرازي بيعمل فاكيوليشن وديس انتجريشن للتيجيومنت يعني بيقطعه خلاص وبيكسره فبيؤدي الى البرازايت ديس ليست وان سايد افكت اوف نيدازول طبعا اول حاجه لازم تكتبها البيتر ميتاليك تيست تاني حاجه اللي هو الدايسال فريم لايك اكشن ميكانيزم اوف اكشن اوف مترو نيدازول نركز بقى كده مع بعض المترو نيدازول احنا كنا خدنا ان هو بيبقى عن طريق اللي هو الفيرودوكسين بيبدا يطلع اللي هو البايو رياكتيف بايو رياكتيف ميتابولايتس اللي احنا بنقول عليها الفري راديكلز اللي بتروح تهاجم الدي ان ايه والماكرو مولوكيولز وبتعمل لها بريكج فالتاثير بتاعه بيكون بكتيريسايدال تمام ده بالنسبه للبكتيريا او يعني بيقتل البارازايتس في حاله اللي هو الايه استخدامه على الطفيليات تمام كده طيب ده كده بالنسبة للحاجات اللي احنا كنا خدناها في الحاجات اللي هي الريتن على الجزء اللي هو بتاع الأنتي بروتوزوال تمام في بقى اللي هو الأنتي فيرال وبعد كده محاضرة اللي هي الأنتي كانسر تمام والموضوع سهل فيهم وبسيط الدكتوره يعني مشكوره قالت لكم الامتحان فيهم هيجي مباشر خالص في الانتي بروتوزول والانتي فانجل تمام الانتي كانسر هتسالكم بس كده على حاجات خفيفه قوي فيها تمام الموضوع مش هيبقى معقد خالص تمام الموضوع هيبقى سهل خالص باذن الله يعني احنا متفضلنا بس كده شويه امثله كده على أو شوية أسئلة على نركز كده مع بعض الأنتي كانسر دراجز اللي هي المحاضرة 50 و52 و54 وأنا أخدت اللي هو الأنتي فايرد دراجز اللي هي المحاضرة اللي هي رقم 56 لا الإيميون سبرسيف إيجنت لسه فاضلة خلاص 52 و54 52 و54 ديت اللي هي الأنتي كانسر الإيميون سبرسيف ديت اللي هي رقم ستة وخمسين. الانتي فيرال هي اللي كانت رقم خمسين. يبقى في عندي خمسين و وخمسين واربعة واثنين وخمسين واربعة وخمسين دولت محاضرة واحدة. ستة وخمسين ديت يبقى كده في فاضل اسئلة بتاع التلات محاضرات. هننزلهم كده بإذن الله. حاول بس كده انام شوية كده ارتاح وانزل لكم اللي هو الايه المراجعة بتاعت اللي هي الاسئلة بتاعتها. بس اهم حاجة تراجعهم وتحاولوا ان انتم تركزوا وتفهموا الله يبارك لكم علشان ما يتلفش عليكم بالسؤال ربنا معاكم يوفقكم يا رب مع السلامه